السلام عليكم. إن شاء الله طيبين وسالمين. حلقة جديدة شوق والريد. لسه دايرين في فلك عبقرينا وفناننا الكبير إبراهيم الكاشف. أغنية عيوني وعيونك أو عيوني وعيونك هي لكن تتقال بالطريقتين. هي كلمات الشاعر والملحن أحمد إبراهيم فلاح، واشتهر وقتها بلقب شاعر العيون. وده طبعا من كثرة الأغنيات اللي كتبها عن العيون. هو سبق الشاعر عبد الله النجيب في هذا اللقب باعتبار الزمن طبعا واختلافه. واشتهر أحمد إبراهيم فلاح بالعديد من الأغنيات مثل عيوني هم السبب في أذايا، ودي يتغنى بها الأستاذ الكبير عليه رحمة الله أحمد المصطفى، وأغنية بكى الخنساء. ولم تكن أغنية عيوني وعيونك هي الأخيرة في 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 قائمته، يعني المليئة والمحتشدة بالأغنيات الوسيمة. وتغنى بها إبراهيم الكاشف في العام 1943. والأغنية دي من الأغاني اللي الحظ العالقة برضو في أفكارنا وفي ذهننا لفترة طويلة من الوقت. والسبب طبعا بيعود ما قام به الشاعر المتفرد أحمد إبراهيم فلاح من مجهود في كتابته وانتقاء أفضل المعاني. وهو عمل على التفكير من أجل تقديم أغنية يقبل القلب قبل الأذن يعني. وبالطبع هي مهمة الشاعر الغنائي، يعني أن يصيب القلب وأن يصيب الأذن أيضا، والعكس صحيح. المهام الصعبة والشاقة واللي بتحتاج لتفكير وخبرة كبيرة جدا هي مهام الشاعر بالضرورة. الشاعر أحمد إبراهيم فلاح صاحب عنده مهارة خاصة جدا في الكتابة بأسلوب مرتب ومنظم، بالإضافة لإلمامه بالقواعد المنظمة للأعمال الإبداعية الغنائية. وتميزت مدرسته الغنائية في محاولة التخلص من مدرسة كاروما الغنائية، واللي كانت ذات سطوة في الوقت ذاك طبعا. لكن طريقته في كتابة الأغاني وتلحينها يتميزت بالعديد من المحاور، ومحاور مهمة جدا. نجد انه شاعر يجيد اختيار الموضوع والكلمات، رغم انه كتب عن العيون كثير حتى اصبحت ملحمة الكتابة في الشعر. كان أحمد إبراهيم فلاح كان عنده قدرة عالية جدا على التعبير عن الموضوع والكلمة باللحن، مع اختيار النغمات ذات الجذور الشعبية النابعة من تركيبة الوجدان السوداني. عشان كده وصل السريع هذه الأغنية. عشان كده استطاع صياغة الجمل اللحنية في أبسط صورة، واللي هي الصورة اللي حنشوفها في أغنية عيوني وعيونك أو عيوني عيونك بعد شوية لما نسمع. لكن في الغالب الناس بيقولوا عيوني وعيونك، ولا شنو يا سرد؟ حقيقي؟ نعم. تنطلق هي بتتنطق عيوني وعيونك، ولا عيوني وعيونك؟ هي يمكن الفنان المغني يمكن يتحكم في شكل النص الغنائي على ضرورة الحوار أو المخاطب، ويمكن يوظف الأغنية لمصلحة فكرته الإبداعية. يعني زي التفكير ده بنلقاه عند الأستاذ الفنان الطيب عبد الله، اللي هو اتسمت مدرسته بالحزن، لكن حتى الأغنيات اللي غناها خارج تجربته من أغاني الحقيبة وظفها لخدمة التجربة. فبقت متسخه في مع التجربه في عمومياتها. فعشان كده انت عيوني وعيونك، عيوني كل ال 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 نعم. على حسب بعد ذاك شكل الخطاب واختيار المفرده والمطلقه. انا افتكر في هذه الحلقه، يعني احنا ثبتنا حقيقه، وحقيقه مهمه جدا. مرات بتحصل مغالطات تاريخيه احنا محتاجين نحقق فيها ونقف فيها بشكل عميق. الوقفه دي عشان نرد الحقوق
بالذات فيما يخص اللغب بتاع شاعر العيون. شاعر العيون هو الأول ما نطلق عليه هو أحمد إبراهيم فلاح شاعر أغنيتنا موضوع الحلقة. يمكن بعد ذاك لاحقا عبد الله النجيب، هو خلينا نقول ده جزء من الورثة الإبداعية اللي كانت في 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 أم درمان. اللغب ورثه عبد الله النجيب اللي مشى على ذات التفكير الكتابي. يمكن عبد الله النجيب استحق لقب برضه شاعر العيون. وبقى سفير، حتى سفير في العيون، واخذ عضويه الزماله في اطباء العيون كتقدير خاص منهم له. احمد ابراهيم فلاح كتب معظم اغنياته في العيون. قبل ما نكمل نتكلم عن اختيار الموضوع، موضوع الاساسي في الاغنيه كان العيون، لانه هو واحد من الناس خلينا نقول اكتشفوا ماهيه العيون وقدرته في انك تخاطب بها داخل الانسان. كمدخل انا افتكر يعني احمد ابراهيم فلاح وحتى لاحقا عبد النجيب ابدعوا في وصف العيون، وكانه يعني قروا تشريح للعيون، فكانت توصيفاتهم لها يعني انا افتكر توصيفات دقيقه جدا وبتعبر عن قدرات ما طبيعيه وموهبه خارقه. ناس في منتصف الاربعينات قادرين يكتبوا الجمال ده وعندهم قدره انه يشوفوا بعيد. انا افتكر احمد ابراهيم فلاح يعني احنا فقدناه في وقت باكر وباكر جدا. ولو كان عاش انا كنت يعني بتوقع انه يكون من اصحاب الاسهامات والتجارب الكبيره جدا في الغناء السوداني. هو لانه رحل باكر، عشان كده اغنياته اظن تعد على اصابع اليد الواحده. نعم صحيح. عماد عيونك نتكلم عنها حبه من وجهه نظرك انت. والله انا افتكر انه اغنيه عيونك، طبعا اللي في بعض الناس بيقول عيوني عيونك وعيوني عيونك من العياء. ايوه لكن انا بفتكر في النهايه المحصله اللوعه. يعني اذا جيت مسكتها من هذا عيوني عيونك اللي هو التغال، وعيوني عيونك برضو يعني بتدي في النهايه ما احنا والفلك واحد في العيون. اي نعم فبفتكر انه المحصله واحده اللوعه والشو وكذا بتاع. بالاضافه لانه الايغاع إيقاع الأغنية مختلف أنا أفتكر في الزمن ذاك يعني. نعم كان تحدي برضو. نعم أيوة اللي هو إيقاع برضو يعني ما كثير على الأذن السودانية في الوقت. بالضبط كده. طيب نقول عيوني وعيونك أو عيوني عيونك ونسمع مع بعض. نعم.
تاني انت الذي بك راحتي لو ان هلاك وليتني احي وتحي أحي وتحل بي فرحتي أحي وتحل بي فرحتي كم استغفر وكم شكي صيحتي تاني الفرقة الموسيقية يديكم العافية وربنا يتولى أمركم يا أخي يديكم العافية يا رب عماد شكرا جزيلا يا أخي يديك العافية وكالعادة أستاذ سراج قريب ريم الكاشي في سوقك في الأغنية إلا أن تحس بالنعاس وفجأة يفاجأك في نص الأغنية يعني مني يا روحي يا راحي
يتغير الإيقاع لإيقاع راقص عشان يرجع تاني للكوبليه الأول بنفس اللحن الأساسي. إبريم الكاشف أخ محمد كان عنده ميزة، أنا أفتكر إنها ميزة جميلة، إنه بيقعد مع الشاعر يدير معه حوار حول النص عشان يتحسس أبعاد الكلمات ومعانيها. ونحن في حلقات حنيجي نجيب في قدرة الكاشف دي على تصوير الكلمة. هنا واضح إنه في حوار داره بينه وبين أحمد إبراهيم فلاح حول النص الأغنية دي اللي فيها حوار كان ماشي بخطى واضحة. صحيح. إلا يعني كان في إيقاع جديد لأنه روح النص تغيرت، لأنه كان داير يوصل فكرة معينة. أنا أفتكر إبراهيم الكاشف نجح في صياغة الحوار اللحني في داخل الأغنية. تسلم يا سعد. تسلم يا أخي. شكرا لك. شكرا عماد. شكرا لك أبو حميد يا أخي. تسلم. العافية. بكرة موعد جديد إن شاء الله. بكرة موعد جديد. شكرا على حسن المتابعة لهذه الحلقة من الشوق والريد. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا عن المشاكل. بكرة نتلاقى.